بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن نظام الاكسس كنترول سيستم. اكسس كنترول سيستم ده نظام التحكم في الابواب، وده نظام مهم جدا كلنا بنتعامل معاه في المشاريع. طبعا انا بشكر الباشمهندس اللي عامل البي دي اف الجميل الرائع ده ببساطه. تمام، انا حبيت اشرحه بحيث تعم الفايده للجميع. ان شاء الله الموضوع يبقى بسيط وسهل ومتلخص كده بحيث تقدر كل الناس تستفيد بيه. اول سؤال هو انا ليه بعمل اكسس كنترول؟ تمام، عشان ابدا اتحكم في الابواب. يبقى نظام التحكم في الابواب ببساطه عشان ابدا اتحكم في الدخول وخروج الافراد من مكان معين. تمام، النظام اسمه اكسس كنترول او نظام التحكم في الدخول. طبعا انا لما باجي ادخل في النظام، تمام، هو ده اللي بيبقى عليه البصمة او الرقم السري. انا وبطلع مش بحط نظام بصمة، بحط حاجة بيسموها بوش بوتون او مفتاح كده بضغط عليه عشان يفتح لي الباب. مش كل ما انا داخل احط بصمة وانا وطالع بحط بصمة. طبعا البصمة بتبقى في الدخول. تمام، يبقى هو نظام تحكم في الابواب بتحكم فيه في الدخول طبعا. وكده كده انا خلاص خلصت المهمة بتاعتي، بأتحكم برضو في الخروج ان انا بضغط على البوش بوتون. طيب انا بدخل ازاي المكان؟ عن طريق بصمة الصباع، تمام، او عن طريق بصمة الصوت، او بصمة شكل معين، او بصمة وش مثلا، او رقم سري بدخل كيبورد ودخل رقم سري، او عن طريق كارت. يبقى انا بدخل بكل الاساليب دي على الباب بتاعي. تمام، الاكسس كنترول ده بيوفر لي عنصر امان، يعني هو من انظمه السكيورتي او انظمه الامان. تمام، لان انت كده بتحدد صلاحيات مين يدخل المنشاه، تمام، ومين يطلع من المنشاه. زي مثلا غرف الكهرباء، تمام، لازم نحط عليها اكسس كنترول سيستم. مش معقول هسيب الباب بتاع غرفه الكهرباء اي حد، تمام، يقدر يدخل ويفصل لي لوحات او يعمل لي اي مشكله. غرف اللو كارنت او غرف التيار الخفيف، تمام، لازم احط عليها اكسس كنترول سيستم. الاماكن اللي فيها خزنه او فيها حاجات مهمه، تمام، لازم احط عليها اكسس كنترول سيستم. طب ايه هي مميزات نظام الاكسس كنترول سيستم؟ تمام، النظام ممكن يتنفذ على اي نوع من الابواب، سواء كان الباب ده، وده سؤال دايما بيطرح، يقول لك طب هل الاكسس كنترول اقدر انفذه على اي نوع من الابواب؟ ايوه، لو الباب زجاج، تمام، الازاز، الباب الازاز ينفع اعمل عليه اكسس كنترول سيستم، الباب الخشب، الباب الحديد، تمام، الابواب الخاصه بالامرجنسي او ابواب الطوارئ اقدر اعمل عليها، تمام، اكسس كنترول سيستم. طبعا ممكن من خلاله تفتح ابواب الطوارئ بشكل اوتوماتيك وقت الحريق. طبعا بقدر اربطه بحيث لو حصل فاير او حريق اقدر افتح الباب اوتوماتيك، تمام، اثناء الحريق، وبيتربط بالفاير الارم سيستم. ممكن تعمل عليه جدول زمني، تمام، تعمل تايم سكادول بيسمح بدخول الناس في اوقات معينه. يعني ممكن نفس الشخص الدوام بتاعه من الساعه 8 الصبح للساعه 3 مثلا العصر، ممكن هو نفس الشخص يجي يعمل اكسس بعد الساعه 3، ما ينفعش. يبقى انا ممكن اعمل عليه جدول زمني بيسمح بالدخول والخروج في اوقات معينه، تمام، مش فتره اليوم كله. يعني هو نفس الشخص يقدر يدخل في فتره معينه، زي ما انت بتشوف في الفنادق، انت حاجز مثلا يومين او ثلاثه، بعد ما بيخلص الحجز بتاعك تيجي تشغل نفس الكارت عشان تدخل الغرفه بتاعتك، بتلاقيه يقول لك لا والله مش هينفع تدخل، الحجز بتاعك خلص. تمام، طبعا انا اقدر اربطه واقدر اخد منه تنبيهات عند فتح وغلق الابواب. تمام، اقدر اعمل صلاحيات لدخول بعض الاشخاص في اماكن معينه، تمام، مش مسموح غير للاشخاص دي، انا اللي بدي البريوريتي مين يدخل مين ما يدخلش، والمواقيت او الاوقات اللي يدخل فيها. طبعا الاكسس كنترول ايه اكثر اماكن بنستخدم فيها الاكسس كنترول سيستم؟ في الفنادق زي ما بقول لك كده، في الغرف بتتربط بنظام الحجز، عدد الايام تقدر تدخل من خلال الكارت الخاص بالاكسس، بعد ما بيخلص الحجز ما بتقدرش تدخل. الشركات بتعمل اكسس كنترول سيستم لدخول الشركه، للمخازن بتاعتها، تمام، للمكاتب، كل واحد ليه
مكتب خاص بيه محدش بيقدر يدخل غيره في اوقات معينه، المحلات بقدر اعمل لها اكسس كنترول سيستم، المستشفيات وده نظام منتشر جدا في المستشفيات، تمام، في المباني الاداريه، في الفلل، في المصانع، في المخازن، في المترو اكسس كنترول، طبعا نوع الدخول وانك تدخل التذكره وتبقى حاجز بوقت معين او بشكل معين ده يعتبر اكسس كنترول، مواقف السيارات ان انا اقدر احجز موقف لمدة ساعة ساعتين، تمام، ده موقف معمول بنظام الاكسس كنترول سيستم او نظام التحكم في الدخول، الجراجات او التحكم في دخول السيارات في مداخل المدن، ده كله احنا بنسميه نظام التحكم في او نوع من انواع التحكم في الدخول. طب ايه هي مكونات السيستم؟ اول حاجة كارت الدخول، تمام، رقم 2 قارئ الكارت اللي هو الكارد ريدر، الاقفال او القفل بتاع الباب نفسه الدور لوك، القفل ده مهم جدا هو من المكونات الرئيسيه، حاله الباب طبعا اقدر اشوف الدور مونيتور من خلال الدور كونتاكت، في زر الخروج اللي احنا بنقول عليه اكزيت بوش بوتون، اكزيت بوش بوتون، وفي لوحه التحكم وكابلات التوصيل، دي المكونات الرئيسيه لنظام الاكسس كنترول سيستم. طبعا الكاردز او الكروت دي شريحه بيتم برمجتها ووضع البيانات الخاصة بالأشخاص عليه وكمان صلاحيات الدخول بتاعتهم، مثلا لو عندي ثلاث أنواع من الكروت، في بروكسيميتي كارد ده يعتبر النوع الأكثر انتشارا لرخص ثمنه، والقارئ تمام بيقراه على مسافات من 1 سم ل 6 سم، مهمة جدا البروكسيميتي، تمام، ده نوع الكارت، الكارت ده بقدر أركب الكارت وأدي القارئ بتاع الكارت، او بيبقى عندي الكارت نفسه على شكل حاجه زي الميداليه كده وبيقدر يقراه من 1 سم ل 6 سم، الكلام ده مهم جدا، يبقى انواع الكروت البروكسيميتي، خلاص ده رقم 1. النوع الثاني الام اي فير او الام اي فير كارد، ده جواه ذاكره داخليه، بتبقى الذاكره دي طبعا بتختلف حسب الكيلو بايت بتاعها، تقريبا بيبقى 1 كيلو بايت، بيتم استعماله في الشركات لتفعيل الخصم على المرتبات وغيرها، فانا اقدر ادخل على الام اي فير ده، تمام، واقدر احط فيه الداتا بتاعتي من خلال الذاكره الداخليه الخاصه بالكارت اهو ام اي فير، تمام، ده شكل الكارت. في كارت اليو اتش اف، اليو اتش اف ده طبعا الترا هاي فريكوانسي، وده نوع، تمام، شغال في البوابات الإلكترونية زي الموجودة في الجراجات، وفي يقدر يقرأ تمام على بعد 15 متر، وده كلام مهم جدا، يو اتش اف، اليو اتش اف كارد بيقدر يقرأ على بعد 15 متر، طبعا هنا احنا بنسميه يو اتش اف، هو بيشتغل تقريبا على فريكوانسز عالية بالميجا هرتز وبالكيلو هرتز، مثلا هتلاقي 125 كيلو هرتز و1356 ميجا هرتز، ده النوع الخاص بالكروت. بعد كده الكارد ريدر اللي هيقرا الكارت، الفايده منه قراءه الكارت، وبعدها تمام ببعت البيانات على لوحه التحكم، يبقى انا بقرا البيانات اللي موجوده على الكارت من خلال الكارد ريدر، وبعدين ببعت البيانات دي تمام على لوحه التحكم، ببعت البيانات دي على لوحه التحكم، طبعا حسب قراءه لوحه التحكم تمام هي اللي هتحدد هل الباب هيفتح ولا لا، ده بناء على الكنترول الموجود في لوحه التحكم والبرمجه الموجوده فيها. لو احنا بدانا نشوف انواع الكارد ريدر هلاقي منها في انواع مختلفه حسب طبعا الكارت والكارت اللي بيقراه، تمام، مع الكارت اللي ذكرناه كل الانواع كل واحد ليه كارد ريدر، طبعا في انواع تانية شغاله برقم سري او ببصمه او غيرها، تمام. دلوقتي احنا هنقول في المجمل عندنا برضو 3 انواع. النوع الاول لازم يحصل بينه وبين الكارت اتصال مباشر عشان يقدر يقرا البيانات الخاصه بيه، او بيسموه الكونتاكت ريدر، يعني لازم اتصال مباشر بين الكارت وبين الكارت ريدر، ده بيسموه كونتاكت ريدر، تمام، ده النوع الاول. في نوع تاني ممكن يقرا البيانات بدون اتصال مباشر على مسافات طبعا بتتراوح من 1 سم لحد 6 سم زي ما قلنا، البروكسوميتي كارد ريدر، البروكسوميتي لي ريدر، تمام، التواصل بينهم بيتم من خلال موجات الراديو فريكوانسي او الار اف. النوع الثالث ممكن المستخدمين يفتحوا بيه الابواب عن طريق رقم سري زي ما قلنا، ومش لازم اصلا كارت، بدخل باسورد من خلال كيبورد، تمام،
طبعا دي طريقة بطيئة ان انا اقعد ادخل رقم سري، بس هي طريقة بطيئة بس شغالة يعني. تمام، يبقى ده الكارد ريدر. في نوع رابع ممكن المستخدمين يفتحوا الابواب عن طريق بصمة الصباع او عن طريق بصمة الوجه اللي هي الفيس، او بصمة العين او الصوت او الكف كامل حسب البرمجة بتاعت الريدر اللي احنا بنسميه البايومتريك ريدر. والبايومتريك ريدر ده مهم جدا، واكتر واحد يمكن شغال معانا اللي هو الفينجر برينت، ده بصمة الصباع. طبعا ناس كتيرة جدا تلاقي داخل على اكسس كنترول سيستم وهو فيس وليست فينجر، وقاعد يبص، او هو مثلا خلال بصمة العين، تمام، او خلال بصمة الوش هو مقرب عينيه بس. فلازم يبقى انت عارف نوع ان البايومتريك ريدر مثلا ده للفيس كامل. في طبعا الريدر الخاص باليو اتش اف زي ما قلنا، الترا هاي فريكوانسي، بيقدر يقرا البيانات الخاصه بالكارت على مسافات طويله، تمام، وده منتشر في الدرجات اللي هي المواقف، تمام، وهو بيكون عباره عن ستيكر ملزوق على الازاز بتاع العربيه او السياره بتاعتك، ستيكر بتلزقه على السياره وبيقدر يدخل من خلال اليو اتش اف او الترددات العاليه، تمام، يقدر من خلال كاميرا مثلا يقرا البار او الحاجه المكتوبه على الكارت ده، وده احنا بنشوفه في الجيتس. يعني انا لو بصيت على سياره هنا هتلاقي فيه كارت هنا، تمام، وفي الريدر نفسه كاميرا بتقرا الكارت، تمام، هي اللي بتفتح لي الجيت. يبقى انا في ريدر وفي الكارت اللي هو بتقراه من خلال الكاميرا. طبعا في امثله تانية، بيبقى في كارد برضو، تمام، والكارد ده مرتبط بعملية الدخول، زي ما انا بدخل جراج مثلا في الانتري بيقرأ الكارد، او باخد بضغط على زرار باخد رقم عشان يبدأ يحجز لي. ده نوع برضو من انواع الاكسس كنترول سيستم. الار اف اي او الار اف اي دي ريدر بيبقى موجود في الجهاز هنا، وده الار اف اي دي كارد، الكارد نفسه بيبقى موجود على السياره بحيث يعمل اكسس لناس معينين عندهم هذا الكارت ويبدا يدخل المنشاه بتاعتي. في نان ستوب باسنج طبعا هنا، اللي هو بيبقى في عندي ار اف اي او ار اف اي دي ريدر والكارد موجود هنا، وبيبدا يديني سماحيه في ان انا ادخل المنشاه. المكون اللي بعد كده وده مهم جدا اللي هو الدور لوك، ان انا بيتم قفل الباب ازاي، ده بيتم ربطه مع لوحه التحكم. في حاله ان البيانات بتاعت المستخدم كانت صحيحه هياخد اشاره بالفتح، وده شكل الدور لوك. طبعا بيبقى مغناطيسي ماجنتيك، تمام. الانواع بتاعته في منها ماجنتيك زي ما احنا شايفين، بيبقى دي الفريم او الحلق بتاع الباب، تمام، وادي جزء في الباب نفسه. في طبعا القطعة رقم واحد، قطعة سحب ويتم تثبيتها في الجزء الثابت اللي هو في الحلق الخاص بالباب. في قطعة المعدن وبيتم تثبيتها في الجزء المتحرك اللي هو في الباب نفسه. يبقى أنا القطعة رقم واحد هنا أهي في الجزء الثابت، والقطعة رقم اتنين اللي هي في الجزء المتحرك، تمام. بعد كده طبعا بيبقى في قطعه ان انا بربطها مع لوحه الكنترول. طبعا هنا بياخد دي سي وبيركب عليه ريلي، تمام. الجزء ده اللي هو قطعة السحب، ودي القطعة المعدنية. يبقى انت في الجزء اللي هو بتاع اللي بيركب فيه الحلق، دي قطعة رقم واحد اللي هو قطعة السحب اللي هي دي، تمام، ده بيركب في الحلق، ده اللي بيركب في الحلق بتاع الباب. بعد كده في جسم الباب نفسه بيركب قطعة تانية، تمام، قطعة من المعدن بتركب في جسم الباب وبتوصل. طبعا هنا بيبقى فيه مغناطيس، ده بياخد دي سي وبيبقى راكب عليه ريلي، راكب عليه ريلي هو اللي بيعمل عملية التحكم. طبعا ده النوع زي ما احنا بنشوف كده، النوع المغناطيسي، ده النوع المغناطيسي. طبعا في نوع كهربي اللي احنا بنسميه الكتريك سترايك، تمام، ده نفس فكرة القفل اللي هي اللي فاتت المغناطيسي، مع اختلاف التركيب والتشغيل. يعني ده بيبقى قد اللوك بتاعه، تمام، القفل بتاع الباب بيبقى فيه هنا اللوك ده، بيبقى يحصل عملية توصيل لتيار كهربي، بياخد كهرباء فيحول الكهرباء دي الالكتروماجنتيك، وبيتسبب في سحب الدراع. سحب الدراع ده لورا كده هيفتح الباب.
طبعا لما بتزيل المغنطه بيرجع الدراع يروح داخل هنا بيقفل الباب بتاعي، سواء كان الجزء بتاع اللوك ده او الجزء الثاني اللي بيتحرك بيقفل الناحيتين زي كده اهو، بيقفل من هنا او هنا تمام. طبعا الاقفال دي بيكون ليها يعني رقم ده بيعبر عن، او رقم بالكيلو جرام بيعبر عن قوه الشد في القفل، عشان انا اقدر هفتح كام، لان ده الماجنتيك تمام هيقدر يسحب الدراع ده، الدراع ده مثلا وزنه كام تمام. بعد كده عندك الدور كونتاكت، الدور كونتاكت ده يعني ده كونتاكت بسيط بيتم استعماله لمراقبه حاله الباب. الدور كونتاكت انا بقدر اشوف فيه حاله الباب اذا كان مفتوح او مقفول تمام، وده بيبعتها طبعا للوحه التحكم، ده الدور كونتاكت او بنسميه المونيتور. طبعا هنا في هنا دور سنسور، ده في حساس بيبقى موجود على الباب، هنا الاكزيت بوش بوتون زي ما قلنا تمام، اللي هو ده بيبقى داخلي. هنا بيبقى في عندي الدور لوك، ده القفل الخاص بالباب، ده هنا بيدخل على الكنترولر، والكنترولر طبعا مرتبط بالمانجمنت سوفت وير او السيستم من خلال ار اس 232 او من خلال كابل ايثر نت. طبعا ده بيبقى ار اس 422 او ار اس 485 او الكابل بتاع الايثر نت العادي بتاعنا تمام. اقدر اوصل لحد 32 ديفايس، ده شكل الكونتاكت بتاعي منظر من كذا شركه تمام. بعد كده نقدر نشوف الاكزيت بي بي، ده اللي هو البوش بوتون بيتم تركيبه داخل الغرفه عشان لو في حد جوه وحابب يطلع تمام، بيضغط بس على مفتاح من غير ما يحتاج بقى كارت ويحتاج ان هو دخل بصمه او اي شيء، هو مجرد اكزيت بوش بوتون. في منه اشكال كتير زي اللي احنا شايفينه ده، ده اكزيت تمام، ده تو اكزيت بريس هنا تضغط عشان تطلع تمام، كله ده عباره عن اكزيت بوش بوتون. ده الدياجرام تو كنترول بانل، ده بيجي انا عندي اكزيت بوش بوتون ده من الداخل بيروح للكنترول بانل. في عندي الكارد ريدر او الريدر تمام، والكارد سواء كان بايومتريك او كيباد بيروح داخل على الكنترول بانل. وهنا الالكتريك سترايك زي ما قلنا الكهربي برضه بيدخل، كله بيرمي على الكنترول بانل. وهنا في الجزء بتاع الدور كونتاكت اللي مرتبط بالباب. هنيجي دلوقتي نتكلم عن الكنترول بانل. الكنترول بانل، الكنترول بانل زي ما قلنا مرتبط بيها الاكزيت بوش بوتون ده بيديها سيجنال، وفي الكارد ريدر ده بيديها سيجنال، والدور مونيتور ده بيديها سيجنال، ده كله بتاخده كانبوت وبعد كده بتطلع الاوتبوت على الدور لوك ان هو ياخد امر يفتح او يقفل. طبعا في نوعين من لوحات التحكم، في الدور كنترولر لوحة تحكم في فرعية، طبعا بستعمل التحكم في الأبواب بوصلها على المكونات اللي هو القارئ والقفل بتاع الباب والكونتاكت وزرار الخروج، ده اللي بتركب الدور كنترولر اللي هي اللوحة الفرعية تمام. طبعا هتلاقي لوحات بتحسب عدد الأبواب، في لوحة باب واحد واثنين وثلاثة وأربعة لحد ثمانية. طبعا هنا الشرط بتاعنا المسافات بين اللوحه وابعد باب بتبقى 50 متر حسب الشركه المصنعه. طبعا ده نظام تاني، في عندي طبعا الوان دور اللي هو باب درفه واحده، او تو دور باب برضو درفه واحده، لان هنشوف او شفنا في فيديوهات قبل كده مخططات لابواب درفتين. طبعا كل باب زي ما قلنا الكونستراكشن ثابت. لوحه التحكم في عندي من بره الريدر وادخل الكارت سواء كان كيباد او بايومتريك، وانا وطالع من جوه بضغط على الاكزيت بوش بوتون وده بيديني الالكتريك سترايك او القفل بتاعي تمام من خلال الدور كونتاكت. طبعا زي ما احنا هنشوف كده اهو، اكزيت بوش بوتون، كارد ريدر، دور كونتاكت ده اللي موجود فيه، والدور لوك ده اللي موجود فيه المخطط السيمبل بتاعنا، سواء كان الباب درفه واحده او درفتين زي الباب ده، انا اقدر اتحكم في باب درفه واحده او درفتين. طبعا ده كله اهو رايح من الباب سواء كان درفه او درفتين بيروح للكنترولر تمام. كل العناصر طبعا دي بتكون مربوطه بمين؟ مربوطه باللوحه، اللوحه هي الكنترولر تمام. طبعا في الداتا بيس كنترولر اللي هي لوحه التحكم الرئيسيه، دي عباره عن لوحه عموميه بربطها باللوحات الفرعيه. اللوحه دي بتتربط مع جهاز الكمبيوتر عشان ادخل بقى البرنامج وانا اعمل برمجه وادي صلاحيات الدخول والخروج
الى اخره. طبعا النظام ده بقدر اضيف له كارد ايشو برينتر اللي هو بقدر اطبع منه او اطلع منه الكروت اللي مكتوب عليها البيانات او اللي بتبرمج عليها البيانات، بقدر ابرمج كارت هو ده اللي يعتبر المفتاح بتاعي. تمام. طبعا المسافات وانت بتصمم لازم تخلي بالك ان اقصى مسافة بين اللوحة العمومية وابعد لوحة فرعية ما يزيدش عن 1200 متر، طبعا ده بناء على المواصفات الفنيه الخاصه بالار اس 485. طبعا الكلام ده الرقم ده يعني كبير جدا 1200 متر. الكاركترستكس طبعا الخاصه بالار اس 485 اهو، انا عندي الماكسيمم ديستانس الستاندرد بتاعها 1200 متر، ده من خلال انت تقدر تجيب الكاركترستكس في الار اس 485. ادي الار اس 485 هتشوف النتورك توبولوجي دي مالتي بوينت، ادي اقصى مسافه اللي تهمني هي اقصى مسافه، وعندي الماكسيموم سبيد ات 12 متر بتبقى 35 ميجا بت بير سكند، والماكسيموم سبيد في ال 1200 متر اللي احنا قلنا عليها بتبقى 100 كيلو بت بير سكند. طبعا هنا بيدي لك الماكسيموم سلو ريت والريسيفد انبوت ريسيستنس المقاومه والدرايفر الامبيدنس، ده كله خاص بالمخرج اللي هو الار اس 435 اللي احنا بنستخدمه. فهو هنا بيقول لي ادي اللوحه الرئيسيه او العموميه المين كنترولر، بربط اللوحه الرئيسيه بجهاز كمبيوتر او سيرفر اللي انا ببرمج منه، وبربط اللوحه دي بلوحات فرعيه، كل لوحه فرعيه مربوطه بين اللوحه الفرعيه واللوحه الرئيسيه بار اس 485 كوميونيكيشن لاين. تمام. وبتبدا من اللوحه الفرعيه تروح بقى للباب سواء كان درفه واحده او درفتين زي ما شفنا، الباب الالكتريك لوك والكارد ريدر والاكزيت بوش بوتون والدور كونتاكت الخاص بكل باب. طبعا هنا احنا شايفين المخطط ماشي ازاي، لو عملنا كده اهو كده في عندي ادي المين اكسس كنترول، المين اكسس كنترول بانل بيطلع منها على كنترولر مثلا بخلال الوصله اللي هي ار اس 485 اللي احنا قلنا عليها تتحكم في مجموعه ابواب، نفس القصه واصله تروح لكنترولر فرعي او لوحه فرعيه رقم، مثلا انا بدات هنا بلوحه فرعيه رقم 1، لوحه فرعيه رقم 2، لوحه فرعيه رقم 3، لوحه فرعيه 4، لوحه فرعيه 5. طبعا زي ما قلنا المين اكسس كنترول بانل دي مربوطه بجهاز الكمبيوتر او السيرفر اللي مربوط بالبرنتر اللي انا بقدر ابرمج منه الشغل بتاعي. فاحنا كده شفنا ازاي بربط اللوحه الرئيسيه باللوحات الفرعيه بالابواب. طبعا هنا الاي بي اكسس دي اللوحات هتكون من النوع اي بي انترنت بروتوكول، ودي بيتم اتصالها طبعا مع سويتشات وسويتشات مع الكمبيوتر، وكل باب بيبقى كانه بيمثل اي بي او بياخد رقم وبيحصل تبادل البيانات من خلال الاي بي سيستم، وبتوصل الابواب دي على سويتش. وانا كنت عامل على القناه فيديو بيتكلم عن الاكسس كنترول سيستم دروينج بالتفصيل. طبعا انا بتكلم شبكه داتا، وبالتالي هيتم استخدام الاستبدال الار اس 485 دي، هستخدمها بكابلات ايثرنت، وده غالبا هو المستخدم في المشاريع الكبيره. طبعا انا بستخدم كات 6 او كات 6 اي، تمام، اللي هو يو تي بي انشيلد تويستد بير او شيلد تويستد بير. طبعا ده بيبقى 4 بير كيبل، كابل النت العادي بتاعنا. المسافات المسموحه في كابل النت دي ستاندرد في الكات 6 بتوصل ل 90 متر، تخلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. هنا بيبقى عندي ايثر نت هاب اور سويتش، ده سويتش، طبعا ده غالبا بالشغل بتاعنا بيبقى سويتش. هنا بيبقى الكنترولر اللي هي اللوحه الفرعيه او اللي بنسميها اي بي كنترولر. تمام. طبعا هنا بيطلع الكابلات، بتطلع كات 6 او كات 5 اي او كات 5 كيبل، المهم ان هي كابلات انترنت، وبيبقى واصل هنا مع السويتش اللي هو الهوست بي سي او جهاز الكمبيوتر المتحكم المربوط مع السويتش الرئيسي، وكل باب بيبقى طالع له كابل نت. تمام. يقدر يعمل عليه كنترول. ده طبعا شكل النظام في حاله الاي بي. ادي المانجمنت سنتر بيبقى كله الكارد ايشوز او ايشوزر اللي هو متصل بالسيرفر او بالكمبيوتر، في الفينجر برينت ايشو تمام برضو بيبقى متصل بالسيرفر او الكمبيوتر الرئيسي، والبرينتر متصله بالسيرفر والكمبيوتر الرئيسي، وكل دول رايحين بنتورك سويتش اللي هو اللوحه الرئيسيه تعتبر بتاعتنا النتورك سويتش. بعد كده طالع بالكابلات
كات 6 تمام، رايحه على الاي بي كنترولر زي ما احنا شايفين، اي بي كنترولر، اي بي كنترولر، وكل كنترولر بيتحكم في مجموعه ابواب زي ما شفنا، الباب ايه اللي موجود عليه الماجنتيك لوك، وموجود عليه الكارد ريدر والاكزيت بوش بوتون من الداخل تمام. كل دول بيبقى مثلا مربوط عليه فينجر برينت او كارد ريدر عادي. يبقى انا شفت الحاله اللي هي الار اس 485، وشفت الحاله اللي هي الاي بي، وده هو اللي موجود حاليا اللي احنا بنشتغل عليه تمام. في فيديو بذكر على اليوتيوب موجود على هذا الموضوع. ادي الداتا سويتش، طبعا بيبقى 12 بورت، 24 بورت، 48 بورت، ده سويتش نت عادي، يو تي بي انشيلد توستد بير كات 6 تمام، او كات 6 اي كنترولر، اي بي كنترولر. وبعد كده بروح على الابواب، ده الرايزر دايجرام الخاص بالكنترولر. طبعا هنا هنشوف كذا كذا مخططات، في فيديوهات موجوده على المخططات بالتفصيل. هنا هشتغل على الجزء بتاع التنفيذ، طبعا اي نظام تيار خفيف هيتم تنفيذه وتحويله بناء على تمام موافقه الشركه المورده للنظام مع رسم تنفيذي. يعني انا بيبقى عندي وايرنج دايجرام اوف اكسس كنترول سيستم، حسب الشركه اللي انا هاخد منها السيستم بتديني كل التفاصيل. يعني انا مثلا ادي اللوك تمام، وعايز اخد الباور بتاعه اللوك تمام. طيب وبعد كده في عندي الكارد ريدر وداخل له الكابل بتاعه تمام، وكمان المفروض انا هنا في المخطط بحدد الارتفاع بتاعه متر و20 متر و40 سنتي عشان ابدا اركب الريدر، ومن جوه اركب البوش بوتون بتاعي. طبعا هنا الانترنت سويتشز اللي هو واصل بيها، وده الباور سبلاي الرئيسي اللي انت بتغذي بيه، انت بتغذي باور سبلاي تمام، وبتدخل على اللوحه الرئيسيه وبتغذي هنا الداتا الخاصه بالمكونات بتاعه الاكسس كنترول سيستم. طبعا انت بتحتاج في التنفيذ مواسير تمام، من المتحكم الرئيسي والقارئ، ده كله بيبقى فيه عباره عن بايبس او كونديوتس، طبعا دي بتبقى ليها ديامتر معين تمام. هتلاقي الحاجات دي موجوده حسب المورد تمام. طبعا هنا برضو الباب الخشب في الاماكن اللي بيبقى بيتم استعمال الكارت، طبعا في ريكومنديشن من الشركه الخاصه بالتصنيع بتاع الاكسس كنترول سيستم. المكونات زي ما قلنا دور سترايك وباور سبلاي اللي هو بيغذي كامل النظام من خلال باور سبلاي، الدور سترايك والكيباد والكنترولر والاكزيت بوش بوتون. طبعا بيبقى فيه اسلاك وايرز باك بوكس طبعا، وفي الاسلاك اللي بتتمدد بينهم. طبعا كابل الباور بياخد 220 فولت اي سي للباور سبلاي، والباور سبلاي بيطلع 12 فولت دي سي، معظم الحاجات بتتغذى ب 12 فولت دي سي. في كابلات الداتا تمام، عشان ابدا اعمل التوصيلات بتاعه الازرار وكده تمام، بحتاج كات 6 اي تمام، بقطع طبعا المسافات مش بتبقاش كبيره، اخرها 90 متر زي ما قلنا. ادي التنفيذ 220 فولت اي سي لاين ونيوترال، وبدخل على الباور سبلاي بيطلع لي موجب وسالب 12 فولت دي سي عشان ابدا اغذي الكنترولر بتاعي. طبعا بيبقى 12 فولت اي سي غالبا بيبقى الماكسيمم بتاعه 5 امبير. طبعا هنا بيقول لي لازم الامبير بتاع الباور سبلاي بيبقى اكبر ب 25% من الامبير المستخدم في معظم المكونات. المستعمل في النظام البسيط ده باور سبلاي 5 امبير، بيبقى ليه بلاج حاجه شبه المنظر ده كده، بتدخل منها الكابلات وبيطلع منها الاطراف بتاعه الباور سبلاي. تغذيه من الباور سبلاي 12 فولت، طبعا طرف 12 فولت وطرف ارضي، و طبعا في فرده لزرار الخروج اللي هو الاكزيت بوش بوتون تمام. وبعد كده بيديني البل اللي هو الجرس موجب وسالب، طبعا ان سي نو كونكشن دي، والكومون طرف الكومون تمام. وبعد كده الالكتريك دور سترايك اللي هو بيتوصل عليها الجزء بتاع الالكتريك دور سترايك. طبعا هنا بيديني فكره عن التنفيذ او التركيب في الواقع بيتم ازاي. هنا بيبقى فيه كابل اتنين طرف من الباور سبلاي لتغذيه الكيباد، اتنين طرف، واحد طبعا دي سي 12 فولت دي سي، ده الكيباد باور تمام. هنا طبعا باخد الدور سترايك، برضو باخد الجراوند اللي هو الاسود والاحمر، ده الروزيتا تدخل على الالكتريك دور سترايك. طبعا في مانوال بيبقى مكتوب عليه كل التفاصيل دي يا شباب. طبعا هنا عايز اضيف كارت، هيدي لك طبعا اليور باسورد على الكارت، وهتبدا تبرمج بقى الباسورد بتاعتك
تمام، وتاكدها مره تانية وتبدا تعمل كونفيجريشن للحاجات دي. ادي طبعا البوش بوتن او الاكزيت بوش بوتن، التوصيلات بتاعته من خلال الباور سبلاي. ادي هنا بيوضح لي كل واحده طبعا واخده ارضي جراوند، واخده لاين 12 فولت رايح على طبعا ده طالع من الباور سبلاي رايح يغذي الاكزيت بوش بوتون مثلا، ويغذي الدور سترايك. طبعا هنا دي التوصيلات بتبقى حسب كل شركه، وان شاء الله انا هضيف كذا شركه نشوف التوصيلات بتاعتهم بالتفصيل. و بشكر تاني المهندس اللي عمل الاكسس كنترول سيستم بالاسلوب البسيط ده اللذيذ. انا حبيت اشارك معاكم الفيديو البسيط ده عن نظام التحكم في الدخول، واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالتيار الخفيف وعملية التنفيذ بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.